السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الأول بسم الله، النهارده معانا شرح لجهاز توتال ستيشن اي اس 105 من نوع توبكون. هنتعلم ازاي نربط التوتال ستيشن اتجاه في الموقع. بس قبل ما نروح على الشرح عاوز بس أوضح لكم حاجة. الحاجة ديت في نوعين من الاتجاه، اتجاه حقيقي اللي انت بتفرض اتجاه الشمال الحقيقي للموقع، او اتجاه وهمي. بتيجي في اي مكان في الموقع بتفرض الاتجاه بتاعك، ما بتحددش اتجاه الشمال، لكن الافضل هو اتجاه الشمال الحقيقي. واحد يقول لي ليه؟ لانك اللي انت بترفعه في الموقع او اللي انت بتشتغله في الموقع هتروح ترسمه هيبقى في مكان ونازل في مكان ومتوجه اتجاه شمال، ودي حاجة مهمة انك توجه اتجاه الشمال بتاعك بالنسبة للظاهرات اللي انت بترفعها. طيب الاتجاه التاني الوهم ده انت هتعوز تعمل له توجيه، هتعوز تعمل له alignment في لما تروح تشتغل في العمل المكتبي، يبقى احنا عندنا نوعين من الاتجاه، وده كده نوعين من الربط. ربط عندك حقيقي متوجه اتجاه شمال، وربط وهمي اللي هو افتراضي من ده مش متوجه اتجاه شمال. عشان ما نطولش عليك، ودي حاجه حبيت اوضحها في الاول، بينا نروح لشرح ازاي نربط اتجاه في الموقع بجهاز توتال ستيشن اي اس 105 نوع توب. يلا بينا. دي يا شباب الجهاز بتاعنا اهوت، ديت الشاشه الرئيسيه بتاعتنا، دي الصفحة الرئيسية يا شباب بتاعتنا اللي بتظهر لك وانت بتفتح الجهاز. طيب انا عاوز دلوقتي اخش على قائمة منيو عشان اجيب الربط، هعمل ايه؟ من عن طريق اسكيب ممكن اخش على منيو. طب ارجع كده هيرجعني تاني على الشاشة الرئيسية. طب انا عاوز اخش تاني ممكن عن طريق تاني او طريقة تانية اللي هو OBS Observe، اروح جاي اللي هو F1 داخل. تمام، هنا ديت عبارة عن صفحات، اللي هي الصفحة دي صفحة 2 صفحة 3 صفحة 1. من عن طريق زر فانكشن ممكن تغير ما بين الصفحات. تمام، دلوقتي انا عاوز اخش على منيو اللي هي صفحة 2 من F1، دخلني على البرامج بتاعتي اهيت، اللي هو برنامج الرفع كوردينيت، برنامج التوقيع اللي هو ستيك اوت، او البرامج اللي انت محتاجها كلها. تمام، ده انا عندي دلوقتي برنامج اللي هو يخش على الربط اللي هو كوردينيت. اخش على OCC Orient او OCC Orientation او Occupation Orientation اللي هو الربط. هنا بيقول لي دخل لي احداثيات النقطة المحتلة. يبقى انا الربط باتجاه وعاوز نقطة واحدة، النقطة اللي الجهاز واقف عليها ديت. احنا دلوقتي هنفرض الاحداثيات دي، اروح جاي قايل له انا بفرض يا شباب على حسب، المساحه بتاعتي. يعني ما يجيش مثلا الموقع بتاعي مساحته 1000 و1000 وافرض 1000 و1000، ما ينفعش، هيبقى مشكله، هيبقى تسلب معايا وهتبقى مشكله. فانا افرض مثلا اقول 10000. تمام، الان والايه 10000. تمام، يبقى انا هفرض الان والايه، الزد هخليها زيرو. تمام، طب انا ليه خليت الزد زيرو؟ هقول لك ليه. انا هجيب الزد عن طريق الريسكشن اليفيجن، ودي حاجه كويسه جدا. يبقى عن طريق الريسكشن اليفيجن ممكن اجيب ارتفاع او منسوب النقطه للجهاز واقف عليها. خلاص، انا اوضحها لكم ازاي. ديت الرقم واحد، اخلي رقم النقطة ديت واحد. ارتفاع الجهاز يا اما اجيبه بطريقتين، عن طريق المتر، عن طريق العلامة ديت او النقطة ديت، من النقطة اللي هي دي النقطة بتاعتنا المحتلة اللي الجهاز واقف عليها يا شباب اهيت، مسمار وحواليز بريه، بجيب متر وبقيس من النقطة المحتلة لغاية فين؟ لغاية النقطة دي. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه عن طريق برضو ريسكشن اليفيجن، ان انت ممكن تجيب ارتفاع الجهاز عن طريق ريسكشن اليفيجن. تمام، هنوضحه في فيديو مستقل خصوص ازاي تجيب ارتفاع الجهاز بطريقتين. خلاص، هنوضحه عملي ان شاء الله.
خلاص. طيب انا عاوز اسمي الكود، هو بيقول لي حط لي الكود بتاع النقطه دي، هحطه ازاي؟ عن طريق زر شيفت، عن طريق زر شيفت دوت ممكن ايه اغير ما بين الحروف والارقام او ما بين الكابيتال والسمول. فانا هسمي مثلا النقطه بتاعتي تي بي 1، اروح جاي قايل له تي بي بي، عاوز اغير اهوت 0 1 خلاص تمام. يبقى انا دخلت الايه الان والاي عندي تمام. هنا بيقول لي بقى انت عاوز تربط ايه تحت كده. انت لو عاوز يا شباب تستدعي النقطه لو انت حافظها عندك على الجوب من عن طريق لود، لو مش عاوز انت احنا بنفرض احنا بنفرض دلوقتي فبنكتب يعني الايه الاحداثيات تمام. فعندي دلوقتي بيقول لي النقطه بتاعتي انت عاوز تربط على ايه، تربط اتجاه تمام، ولا عاوز تربط اي ان زد، ولا عاوز تربط ريسكشن، لا انا عاوز اربط باك سايد ازموس اللي هو الاتجاه او بزاويه او انحراف. فاروح جاي متكه، اروح جاي ايه داخل عليها. هنا بيقول لي حدد لي الزاويه، احنا بنفرض زاويه، احنا بنفرض زاويه، فانا هفرض له الزاويه بتاعتي صفر تمام. قبل ما اقول اوكي اروح جاي الراجل اللي معايا اللي هو المساعد قايل لي روح على النقطه الثانيه، روح على النقطه اللي هي الباك سايد بتاعتي، واروح جاي ايه موجه عليه واروح جاي قايل له ايه اوكي تمام. يبقى اهم حاجه قبل ما اقول اوكي اوجه على الاتجاه بتاعي او الباك سايد بتاعتي او النقطه بتاعتي خلاص. شباب اهو اديت المساعد بتاعي يقف على النقطه الثانيه اللي انا هربط عليها اتجاه، واروح جاي تعالى قبل ما اقول له اوكي اروح جاي موجه، روح كده هناك في التوجيه يا شباب، في التوجيه. ودي حاجة مهمة ان انت لما تيجي توجه بتوجه من سن البريزم تحت وبعدين تطلع على سنتر الكوباية او العكس بتاعك، دي حاجة مهمة انا بقولها في كل فيديو لانها حاجة مهمة. انت بتشيك على المساعد بتاعك ان هو ظابط مية ولا لا، عشان دي بتبقى من اخطاء ممكن تطلع نسبة الخطأ عندك في الربط كتير تمام. اروح جاي تعالى انا وجهت ظابط مية، ظابط مية تمام، اروح جاي قايل له ايه خلاص وحاطط الزاويه بتاعتي صفر، راح جاي قايل له ايه اوكي تمام. هنا طلعني انت كده ربطت. من اسهل طرق الربط باتجاه ان انت بتدخل له احداثيات النقطه اللي الجهاز واقف عليها وهو بيجيب لك الاحداثي اللي هو الباك سايد اللي هي النقطه الخلفيه تمام. كده انت ربطت، تبدا بقى ايه ترفع، تبدا توقع، تبدا تعمل حاجه. بس في حاجه، انت دلوقتي احداثيات النقطة التانية، احداثيات النقطة اللي هي الباك سايد انا عاوز اشيك عليها او عاوز احطها عندي في ورقة، اكتبها عندي في ورقة بحيث اجي تاني يوم لو عاوز اربط بقى ايه، اربط اتجاه، اربط ستيشن وباك، اربط ريسكشن، يبقى انا عندي نقطتين في الموقع تمام. فانا دلوقتي عاوز اجيبها، تعالى انا قبل ما اجيبها يا شباب انا دلوقتي انا ربطت ان واي، عاوز اربط ايه زد، هعمل ايه الحته ديت انا قلت اوضحها لكم. اروح جاي داخل على ريسكشن، ومن ريسكشن اروح جاي داخل على ريسكشن الفيجن، مش ان اي زد خلاص، من ريسكشن الفيجن هو بيقول لي وجه على النقطه الثانيه. تعالى كده روح هناك، اروح جاي موجه على الراجل بتاعي، اروح جاي قايل له ميجر، تعالى خلاص انا قلت له ميجر، لما وجهت عليه قلت له ميجر، بيقول لي دخل لي ارتفاع البريزم اللي هو هايت ريفركتور، اروح جاي قايل له ارتفاع البريزم هو فعلا متر ايه كام؟ 42، اروح جاي قايل له يس. بيقول لي دخل لي اللي هو منسوب النقطه الثانيه، انا بفرض، افرض مثلا تعالى منسوب النقطه الثانيه مثلا 100 تمام؟ وبيشيك عليا بيقول لي دخل لي ارتفاع البريزم، فبيقول لي احسبها لي. اروح جاي قايل له انت عاوز تدخل النقطه الثانيه؟ لا انا عاوز ايه؟ اقول له احسبها لي كلب تمام. دي ارتفاع، ده منسوب للجهاز، ده منسوب للجهاز واقف عليه، اروح جاي قايل له اوكي تمام، واروح جاي طالع جاب له، جاب لي منسوب الجهاز النقطه اللي الجهاز واقف عليها من غير بقى ايه ما شد ميتر او من غير ما يبقى فيه هواء هيطلع لي ممكن نسبه خطا في المنسوب. فديت يا جماعه ايه وانت واقف كده على طول، وانت واقف
نفس الحكايه، انت لو معلوم المنسوب النقطه اللي هناك تدخلها له عن طريق ريسكشن اليفيجن. تعالى خلاص انا كده دخلت معطيات النقطه بتاعتي كلها عند اهوت، عندي الان والاي والزد خلاص، وراح جاي داخل وهو من غير ما ادخله ارتفاع حتى الجهاز، من غير ما ادخله ارتفاع الجهاز جبت منسوب النقطه بتاعتي من غير الايه المتر. طيب انا عاوز دلوقتي ارفع النقطه الثانيه اعمل ايه؟ هو جابها لي هو يا شباب، هو حتى جابها لي بس انا عاوز اتاكد منها، عاوز اكتب الـ الـ النقطه بتاعت هو حط لي المسافه اهوت على الشمال على الان اللي هي المسافه كام؟ 48 متر 46 متر و84 و8 ايه ملي خلاص، وده اللي انا كنت فرضه في الاست واللي انا فرضه في الزد خلاص. طب انا عاوز يعني اتاكد منها، ممكن تطلع نسبه خطا برضو بسيطه، اروح جاي قايل للراجل تظبط ميه تمام، وراح جاي قايل له ايه تعالى لو عاوز اوتو هيسجل لي، لا انا عاوز ميجر تمام. طلعت معايا ايوه هو بس في الزد كام 3 ملي يعني حاجه بسيطه تمام. ودي فعلا ده خطا في البريزم يا شباب، عندي ده خطا والله فعلا في البريزم سبحان الله، ودوت خطا برضك عند اهوت برضك في الان حاجه برضك بسيطه ده في الرب. يعني بص اهو انت بتاخد الاحداث ده وتكتبه عندك في ورقه خلاص، يبقى عندك يبقى الاحداث اللي انت طلعته ده يبقى عندك اتنين احداثي للموقع، الاتنين احداثي دوت خلاص انت دلوقتي تبدا تربط عادي، تيجي تاني يوم تربط تبدا تشتغل باي طريقه في الربط زي ما انت عاوز، ستيشن باك زي ما قلنا ريسكشن او ده يا شباب طريقه طريقه الربط باتجاه بتوتال ستيشن اي اس 105 النوع توبكون. يا رب تكونوا استفدتوا، ده يعني كانت حاجه بسيطه بس حبيت اوضحها لكم، انتظرونا في فيديوهات تانية في طرق ربط كتيره هنتعلمها ان شاء الله على توتال ستيشن. اسالكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.